السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بيكم. أنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى إن هو قدرني إن أنا قدرت من خلال البحث العلمي إن أنا أدرس العملات الورقية ونشوف الصورة البصرية المباني الدينية الموجودة على العملات المصرية الورقية، من أول عملة الربع جنيه اللي هي دلوقتي مبقتش موجودة بينا كتير، مرورا بالخمسين قرش، وبعد كده بالجنيه، وبعد كده هوت بالعشرة جنيه والعشرين جنيه والخمسين جنيه، لحد ما وصلت المية والميتين جنيه. رحت على جامع من الجوامع الموجودة على العملات المصرية الورقية، قدرنا ندرس الموضوع دوت من خلال المكان، فين مكانه، ازاي اوصل له من خلال الخريطة، والجامع ده ليه اتحط على العملة الورقية، اشمعنى ده بالذات، ايه الصورة البصرية بتميزه عشان كده اتحط على العملة الورقية، وايه العصر اللي هو جاي منه، تمام كده دوت، لان دوت نابع من ثقافة الناس، ثقافة البشر في الوقت ده، من الثقافة المصرية القديمة. وشفنا على كل عمله ورقيه قد ايه كان فيه في وش العمله جامعه وجامعه القديمه الاثريه، وفي ظهر العمله حاجه لها علاقه بالفكر المصري القديم، صح كده اهوت. النهارده الفيديو عباره عن ملخص لكل اللي فات، هنشوف مع بعض دلوقتي العملات الورقيه والمساجد الموجوده عليها، من اول عمله الربع جنيه لحد عمله ال 200 جنيه. يلا هنشوف مع بعض دلوقتي، عشان النهارده اخر فيديو عن موضوع المساجد الاثريه بالعملات المصريه. هنراجع تاني مع بعض اهوت، وجايبين الايه الجدول والخريطه. اول حاجه عندنا 25 قرش، ده جامع ايه؟ جامع السيده عائشه، ها ادي صورته اهو عشان ما ننساش، تمام. اللي بعده جامع الازهر، تمام كده اهوت، عليه ايه؟ على 50 قرش، يبقى 50 قرش عليها ايه؟ جامع الازهر، برده صورته عشان ما ننساش، ودي موجوده عندي في الجدول. بعد كده اهوت الجنيه، جامع قايتباي، ها وادي صوره جامع قايتباي اهوت، تمام، او مجموعه قايتباي عشان برده ايه ما ننساش، قلنا جامع مجموعه، في سبيل وفوق في كتاب وجوه في مدرسه وفي عندي ضريح وفي عندي مقعد السلطان وفي عندي حوض وفي عندي ايه رابعه وفي عندي حاجات كتير جواه او جنبه. اللي بعد كده اهوت عندي ايه 5 جنيه جامع احمد من طولون، تمام. هنبص اهوت في الجدول، ادي جامع احمد من طولون ب 5 جنيه، وادي صوره ايه جامع احمد من طولون عشان ما ننساش الصوره البصريه بتاعت الايه بتاعت الجوامع او المساجد الجوامع. بعد كده اهوت ال 10 جنيه اللي هو جامع الرفاعي، تمام كده اهوت، ادي صوره جامع الرفاعي عشان ما ننساهوش بصريا. وبعد كده اهوت 20 جنيه جامع محمد علي، كده اشهر جامع احنا بنشوفه لان هو موجود على تبة عالية، تمام، فمن اي مكان تقدر ايه تلمحه وتشوفه، جامع محمد علي بالايه بالقلعة على ورقة الايه ال 20 جنيه. وبعد كده اهوت ورقة ال 50 جنيه جامع ابو حريبة، تمام كده اهوت، ادي صورة جامع ابو حريبة اهوت، جامع ابو حريبة اللي هو قجماس الاسحاقي، تمام، برضو جامع مجموعة، في ضريح، في مدرسة، وهو جامع تحت فيه محلات، في عنده حوض عشان بيسقي الدواب، تمام، يعتبر جامع مجموعه، جامع مجموعه. وبعد كده اهوت ال 100 جنيه اشهر جامع موجود عندنا في مصر اللي هو يعتبر الهرم الرابع، زي ما قلنا قبل كده اهوت، ده جامع سلطان حسن، او مجموعه سلطان حسن اللي هي فيها ايه؟ كان فيها بيمارستان، فيها مدرسه، فيها سكن الطلبه، هو اساسا ايه؟ من جوه مصمم على هيئه اربع ايونات عشان مدرسه، في عندي كمان قبه ضريحيه، تمام كده اهوت، يعتبر جامع مجموعه. جامع ايه سلطان حسن على ورقه ال 100 جنيه، وادي صورته. وبعد اخر جامع في اخر ورقه ماليه عندنا اللي هو جامع قنيباي الرماح، زي ما هو موجود عندنا في الجدول، ادي صوره الجامع اهو، ده صوره جامع قنيباي الرماح، وهو برده جامع مجموعه، وقلنا الجامع دوت اتعمل مخصوص، تمام، اساس ان الناس تصلي فيه، واساس ان هو مدرسه بيدرس فيه المذاهب الاربعه. فاكرين المذاهب الاربعه؟ ايه هم المذاهب الاربعه؟ ها اللي هو الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، وقلنا كمان بجانب علوم الدين بيدرس كمان علوم الدنيا، وكان في خاصيه مختلفه عن بقيه المساجد ان هو بيعلم الايه الفروسيه وايه ويرمي الرمح من خلال الايه من فوق الفرس، تمام. قلنا قنيباي الرماح اتسمى بالاسم ده عشان ايه؟ عشان هو كان ماهر ان هو يطلع فوق الفرس، هو فارس، ويرمي الرمح بايه من فوقيه، عشان كده حب ان هو يخلق جيل، تمام، يعلمه الفروسيه ورمي الرمح من ايه من فوق الفرس. طبعا ده جامع مجموعه، في سبيل وفي كتاب، وهو من مدرسه وفي قبه ضريحيه، تمام، وهو في الاصل ايه في الاصل جامع. يبقى دي الصوره البصريه للايه للمساجد بتاعتنا الاثريه في موضوع المساجد الاثريه بالعملات الايه بالعملات المصريه. هنبص برضو على خريطه، ادي الخريطه بتاعتها اهيت اللي متوقع عليها الجوامع الموجوده على العملات المصريه اللي هم تسع عملات، ها، من اول ربع جنيه اللي هو جامع السيده عائشه، وبعد كده الجامع الازهر على ال 50 قرش او النص جنيه، بعد كده هو جامع قايتباي على الجنيه، بعد كده جامع احمد طولون على 5 جنيه، بعد كده هو جامع الرفاعي على 10 جنيه، بعد كده جامع محمد علي على 20 جنيه، وبعد كده هو جامع ابو حريبه او قجماس الاسحاقي على 50 جنيه، بعد كده جامع سلطان حسن
على 100 جنيه، بعد كده جامع قنيباي الرماح تمام كده اهوت على عملة 200 جنيه، هي أعلى عملة. وادي الشوارع اهو صلاح سالم، وادي شارع أو طريق أوتوستراد طريق صلاح سالم، وهنا ده ميدان صلاح الدين، ده سكة المحجر، شارع باب الوزير، شارع التبانة، ده شارع القلعة، شارع الصليبة، ودوت شارع بورسعيد تمام. بدي الخريطة بتوضح لي ازاي اوصل للجوامع اللي احنا استعرضناها على مدار الفيديوهات اللي فاتت، ايه ازاي نوصل لها، ازاي نوصل لها من خلال الشوارع، من خلال الايه الخريطة تمام كده اهوت. ولحد بقى ولقيت بقى ملحوظة غريبة جدا، لقيت ان كل العصور الموجودة عندنا العصور اللي هي موجودة في عمارة الثقافة الإسلامية اهو، بصوا كده معايا على الورقة ديت، هلاقي ان ليها كل العصور ليها جامع، كل العصور في جامع موجود في الايه في العملة المصرية. يعني احنا عندنا يمكن من اقدم العصور الموجودة عندنا اللي هو الايه العصر الطولوني في مصر، ده اللي هو منشق من ايه من العباسي، يعني عارفين جامع احمد طولون او احمد بن طولون انشق بالحكم وبقى هو منفرد بيه، ومبقاش تابع للخليفة الموجود فين، الموجود في بغداد تمام. هلاقي ان في العصر العباسي او في العصر الطولوني جامع احمد بن طولون، هلاقي في العصر الفاطمي جامع الازهر تمام كده اهوت، هلاقي في العصر الايوبي ما لقيتش جامع، بس انا يعني اقدر احط جامع السيده عائشه تمام، ان هو في الاصل كان قبل العصر الايوبي، لكن هو لما تحول من قبه ضريحيه لجامع اتحول وتصمم في العصر الايوبي، صمم كمدرسه زي ما احنا قلنا قبل كده اهوت، فاقدر اقول ان ممكن ينتمي للعصر الايوبي كمدرسه تمام. طبعا جه بعد كده اتغير في العصر الايه العثماني، عبد الرحمن كتغدى عبد الرحمن كتغدى، وبعد كده اهوت ايه رجعنا تاني في العصر الايه في العصر بتاع العصر الحديث تمام، في وقت انور السادات، وبدا ان هو ايه عاد تصميمه من اول وجديد تمام. عصر مملوكي هلاقي في جامع السلطان حسن، في عصر مملوكي بحر، في عصر مملوكي برجي هلاقي في جامع قايد باي اللي هو على الجنيه، في جامع ابو حريبه، وفي جامع تمام قنيباي رماح، ده كل ده بينتمي للعصر المملوكي البرجي او الجركسي. في العصر العثماني تمام اقدر احط فيه جامع ايه السيده عائشه تمام، على اساس ان هو اتجدد في العصر العثماني على ايد عبد الرحمن كتخد. في العصر الحديث هلاقي في جامع محمد علي في عصر محمد علي، وجامع الرفاعي تمام على عملة 10 جنيه، جامع محمد علي عملة 20 جنيه، وجامع الرفاعي يعتبر من عصر الايه الحديث. فاصبح دلوقتي كل الجوامع الموجودة عندنا ديت موجودة في كل العصور الموجودة عندنا فين، في الكتب والمراجع، وكاننا اخترنا من كل عصر جامع معين اتحط على ايه على العملة الورقية من اول العصر العباسي لحد عصر ايه أسرة محمد علي تمام كده اهوت. هلاقي برضو في ملحوظة تانية توصلت ليها من خلال الجدول دهوت. ايه بقى الملحوظة اللي انا توصلت ليها؟ ان في عندي عصر واحد اللي هو عصر مملوك البرجي او جركسي في 3 جوامع، جامع قايد باي لعمة الجنيه، وجامع ابو حريبة لعمة 50 جنيه، وجامع قنيباية الرماح لعمة 200 جنيه. طب ده معناه ايه؟ معناه ان العصر ده اللي هو العصر المملوك البرجي من اقوى العمائر اللي ظهرت في مصر يمكن على مستوى العالم تمام؟ ازاي كان بيهتم بالانسان والحيوان والطيور تمام كده هو زي ما شرحنا قبل كده اهوت. فاختاروا فيه 3 جوامع، ها يبقى دي عندي مملوك البرجي او جركسي، في جامع قايد باي على الجنيه اللي هي اهم عمله عندي مصريه اللي انا بتحاسب بيها بقول معايا كام جنيه، وفي عندي عمله 200 جنيه دي اعلى عمله برضو دوت مملوكي برجي اللي هو قنيباي الرماح، وعمله ال 50 جنيه اهيت اللي هي جامع ايه جامع ابو حريبه. يبقى ال3 جوامع دول مملوكي برجي، وعندي جامع السلطان حسن دوت مملوكي ايه بحري. دي برضو ملحوظه حبيت ان انا اوضحها لكم تمام، ان ازاي احنا من 9 عملات اخترنا 3 في عصر واحد بس اللي هو المملوكي البرجي، وبشكل عام في المماليك لقينا ان في 4 جوامع موجودين في العملات اللي هو من اصل ايه من اصل 9، يعني هيكاد يكون النص من المماليك. طبعا دوت بيدل على ايه على قوه العماره تمام الموجوده في العصر ده، ده طبعا في مصر وعلى مستوى العالم الناس كلها بتيجي ايه بتبص عليه وتتفرج عليه وتتعلم منه تمام. فاحنا اولى بالقصه ايه دهيت ان احنا نتعلم من العمائر ديت، نتعلم الماضي عشان الايه عشان المستقبل. هنبص على صورهم اهو عشان نتعلم منهم لاخر مره. ها ادي جامع قنيباي الرماح، ها اللي هو جامع المجموعه الموجود في 200 جنيه، وادي جامع ابو حريبه تمام برده مملوكي برجي في عمة 50 جنيه جامع مجموعة، وادي جامع قايد باي في صحراء المماليك الشرقية على عملة الايه الجنيه تمام، دي جامع مجموعة. ومملوكي بقى البحري جامع سلطان حسن اللي هو يعتبر الهرم الرابع في مصر موجود على الايه على 100 جنيه. يبقى دول 4 جوامع من عصر المملوكي تمام موجودين عندي في 4 عملات مختلفة تمام.
اشمعنى بقى الاربعه دول؟ ان ده مش جامع، ده جامع مجموعه. جامع مجموعه معناه ايه؟ زي ما قلنا قبل كده اهوت، يعني جامع في سبيل تحت، في كتاب فوق، جوه جامع، وفي عندي كمان مدرسه، وساعات بيبقى في عندي سكن للطلبه زي جامع سلطان حسن، تمام كده اهوت. وفي عندي ساعات بيمارستان بيبقى موجود معايا، وفي في ساعات كمان معايا جوه او جنبه مقعد السلطان، وساعات بيبقى جنبه ملحق بيه ربعه عشان اقامه الصوفيه، ويبقى في ساعات موجود عندي ايه، ها، حوض عشان سقي الدواب. بدي الجوامع الايه المملوكيه، اعتبر من اقوى العمائر الموجوده في العالم، اللي كانها كانت بتهتم بالانسان وكانت بتهتم بالايه بالحيوان، وزي ما شفنا برضو في جامع فرج المرقوق كانت بتهتم كمان بالطيور، تمام. فاصبح دلوقتي الجوامع ديت من اقوى العمائر، تمام، نظرا ان لها خصوصيه في الثقافه بتاعتها، ازاي كان بيهتم بالانسان وبالحيوان وبالطيور وبالكل، تمام كده اهوت. عشان كده اتحطت على ايه، على اربع عملات مختلفه موجوده عندي، ايه موجوده عندي في العملات المصريه، هم ادي الاربع عملات الايه المختلفه، ها، ما بين الجنيه وال50 جنيه وال100 جنيه وال200 جنيه، تمام، في العماره الايه المملوكيه موجوده في مصر، وديت ايه ملحوظه حبيت برضو انوه ايه انوه عنها. الصراحه عن نفسي استمتعت استمتاع كبير قوي في كل جامع نزلته اللي موجود على العملات المصريه الورقيه. الصراحه كان بيحزنني لما اجي اسال حد على الجامع الموجود سعره 20 جنيه اللي هو المفروض جامع محمد علي، اقول له ده جامع ايه، واحد بنعدي من جنبه يقول لي ده جامع غير محمد علي، يقول لي جامع صلاح الدين، ومفيش جامع صلاح الدين. اسال مثلا جامع السيده عائشه ده اسمه جامع ايه، يقول لي جامع سيده نفيسه، وللاسف سيده نفيسه مش موجوده على العملات الورقيه. نفس الكلام جامع الازهر موجوده 50 قرش، لما اجي اسال حد اقول له هو ده جامع ايه، يقول لي ده جامع غير جامع الازهر، سي زي جامع عمرو بن العاص. ف يعني الحمد لله ربنا قدرني ان احنا ان انا ساهم ان انا اعرف كل واحد بيشوفنا العملات الورقيه، تمام، الجوامع الموجوده عليها دي موجوده فين، ان احنا كل الجوامع دي موجوده جنب بعضها وبنعدي من جنبها ومش واخدين بالنا منها. السؤال بقى دلوقتي في المستقبل لما نيجي نعمل عمله ورقيه زي عمله ال 400 جنيه او ال 500 جنيه او حتى ال 1000 جنيه، لما جيت عملت استبيان مع الناس، طبعا بشكرهم على مشاركتهم معايا، في فيهم قال احنا ممكن نختار جامع الفتاح العليم على اساس ان هو جامع من الفكر المصري الحديث. في بعضهم قال لا نختار عمرو بن العاص، ليه مش موجود العمله الورقيه. بعضهم قال لا جامع الصحابه في شرم الشيخ، وفي ناس قال سنان باشا، تمام كده، وقت العصر العثماني. في ناس قالوا محمد بيك ابو الذهب ممكن يتحط برضه العمله الورقيه اللي هو عند جامع الازهر. يعني برضه جامع الحسين مش موجود العمله الورقيه، قال ممكن يتحط في المستقبل. الحرم المكي في بعضهم قال ممكن يتحط كخلفيه اسلاميه. مسجد باصونه، تمام، اللي هو في سوهاج، في كذا حد اختاره برضه قال لي ما نبصش للجوامع الموجوده في صعيد مصر. في عندنا برضه جامع السيده زينب برضه من اشهر الجوامع الموجوده في مصر، فليه ما تحطش العمله الورقيه. في ناس قالوا طب ليه ما بقاش في بعض الاديره المشهوره اللي هي المعالم التاريخيه الموجوده في مصر زي دير سانت كاترين، من اشهر المعالم الموجوده عندنا في مصر، ليه ما تحطش العملات الورقيه في المستقبل. نفس الكلام جامع الحاكم بامر الله ومكتبه اسكندريه، حاجه ليها علاقه بالثقافه المصريه الايه الحديثه، يعتبر يعني علامه مصريه مميزه زي ايقونه موجوده في اسكندريه، ليه ما تحطش العملات الورقيه. برضو في العاصمه الاداريه الجديده، يعني ليه ما يبقاش في خط سما العاصمه الاداريه وملمح ليها تحط في العملات الورقيه، وشارع المعز. في ناس قالت نختار الكنائس زي كنيسه العذراء، كنيسه معلقه، تمام، كنيسه ماري جرجس، وكتير من الكنائس المشهوره، فيعني قالوا لنا ليه ما يتحطش دوت على الايه على بعض العملات الورقيه المستحدثه. برضو المتحف المصري الكبير الجديد، صح، اللي هو موجود بالقرب من الهرم، ليه ما يتحطش برضو في العملات الورقيه الجديده. في ناس قالوا برج القاهره وقلعه قايتباي، وفي ناس قالت قصر بارون اللي لسه متجدد، دي برضو ما تتحطش على العملات الورقيه المستحدثه. قلعه صلاح الدين وقناه السويس الجديده والعاصمه الاداريه الجديده ومدينه العالمين الجديده، يعني دي كلها مقترحات الناس اتكلموا عليها وقالوا ليه في المستقبل ما بقاش عندنا عملات ورقيه ليها علاقه بالفكر الايه المصري والحضاره المصريه المستحدثه اللي هي في العصر بتاعنا دلوقتي. شكرا ليكم وشكرا لكل الناس اللي شاركوا معايا، ويا رب تكون الناس استفادت من مجموعه الفيديوهات اللي احنا نزلناها عن العملات المصريه الورقيه والصوره البصريه، وخصوصا للجوامع اللي هي موجوده في وش العمله، وقلنا في ظهر العمله ايه الحاجات اللي ليها علاقه بالفكر المصري القديم، واتكلمنا ازاي نوصل لها من خلال الخرائط، ونزلنا بنفسنا صورنا حوالين الجامع او المسجد، واتكلمنا على حاجات كتير. ان شاء الله يا رب يكون الناس استفادت منها، واتمنى من الله عز وجل ان دوت يكون في ميزان حسناتي وميزان حسنات الناس اللي ساعدوني اللي موجودين حواليا. شكرا ليكم، واتمنى اشوفكم دايما بخير. دكتور كمال الجبلاوي.